عن هذه المباراة. عميد لاعب المنتخب الجزائري الأخضر بلومي منتخب الجزائري بهشرة أديبايور 11 تصفيات كأس العالم 2006 الماضي للاعبين إلى جانب المنتخب الجزائري. تمريرة ملعوبة مرمى منتخب الجزائر المحاولة المنتخب الجزائري الجهة اليسرى البحث عن رياض محرز ترجع إلى إسماعيل بن ناصر نجم الآن لصالح منتخب الكرة بالأمام المحاولة في منطقة الجزاء والتسديدة التصدي جاء من حارس المرمى كساليد عودة فرصة ممتازة لمنتخب الجزائر كانت عودة الكرة تبقى الآن لصالح الجزائر غادرت الانطلاقة ما زالت مستمرة في منطقة الجزاء من كل مكان متابعين عبر سفيان في غولي سفيان عدى سفيان مع الكرة سفيان ما زال يحافظ على تدرب المنتخب الجزائري لهدف الأول التمريرة ثم الجربي النجم الساحلي وكان متألنية في صالح المنتخب الجزائري محاولة التسديد من مسافة بعيدة لكنها واصلة باتجاه كسالي داودة المحاولة المنتخب الجزائري بتمريرة باتجاه رياض انطلاقة رياض ورياض يرسل كرة الله مربوحة يا جزائر رياض محرز قلت لك هذه أماكن المفضلة رياض أرسلها إلى الشباك إلى مقطوعة التمريرة المرور مستمر والفرصة خطرة والتسديد أوهو 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 اللحظات والكرة الآن منقولة من الجهات اليسار والمرور هذه خطرة شوف المحاولة الماضية هذه كرة ملعوبة إلى بغداد بغداد عدى يبدو لي كم فيها يعني من أجل العودة مرة لصالح منتخب النيجر محاولة وتسديد ترجع مع الكرة لصالح منتخب النيجر سفيان في غولي مباراة الهدف الثاني للخضر نعم في غولي يضيف الهدف الثاني وهم محتارين انت اللي سجلته يقول لهم لا هو اللي سجله مين اللي سجله ما يهم اللي سجل الخضر سجل والثاني شوف الكرة مرة ثانية بالراس ابعاد ترجع مرة ثانية المحاولة وسفيان في غولي سفيان اللي سجل نعم تمريرة ناقصة كانت في الكرة الماضية يطالبون فيها بحالة تسلل الكرة لمنتخب النيجر هدف أول يقلص الفارق لمنتخب النيجر هدف أول يقلص الفارق لمنتخب النيجر سوسا انطلق بالكرة الماضية وسط مطالبات من لاعبي تلعب مباشرة صوب رؤوس المدافعين استشير مساعديه ثم يعود من جديد انطلق من في غول رياض يتقدم رياض جول الهدف الثالث للمنتخب الوطني الدقيقة 60 الهدف الثالث للخضر في هذه المباراة 3-6-3-1 3-1 ورياض بطريقة نيجر انطلق سعيد بن رحمة يلا الفتنة موجودة اوه تسديدة بجانب موجود بلايلي رياض لمتجدد رياض وناي 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 جول رابع الأهداف للمنتخب الوطني الهدف الرابع للمنتخب الوطني بكرة طائشة رياض يتمكن من إضافة الهدف الرابع القاتل الهدف جاء من المدافع في مرمى فريقه سليمان زوغ الدخول داخل المنطقة يلا يعطل سليمان يلاي جول الهدف السادس والثلاثين لسليماني الهدف الثالث والثلاثين لسليماني الهدف الكبير بين منتخب الجزائر وبوركينا فاسو السلام يوسف بلايلي الله استدعاء الاول والليلي بلايلي عدى ومرر الكره والمحاوله لسليمان داود شوف الكره بلايلي الذي كره الى تمريره بالخلف اللقطه رائعه للمنتخب الجزائري قلت لك بان المنتخب الجزائري عنده هدف يعني عنده هدف بعد لقطة رائعة جدا وأداء جماعي ساحر للمنتخب الجزائري وهدف انتصار سادس جاء الهدف منتخب النيجر